والمتى بابا ما حيوافق بسبب ومن دون سبب، ولا هو يبغاني كمان يعني. الله يطرح البركة فيه وفي كل الشباب، هاني معروف عندي ما أنا تفضحيني أنا تشكلي. طيب ايش؟ قلنا خلص الجاع بعدين نتكلم في الوقت. لغة معلش، انت عارف الشغل ما يخلص. طمنينا عنك. اهم حاجة في الشركة حيوية في نشاط الشباب. أكثر من